السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم. إن شاء الله اليوم راح نقوم بتغطية معرض الأستاذ مصطفى حليم، وراح نحاول نعمل تغطية شاملة. فلهذا أنصح إنه اللي يريد يشوف التغطية لا يمشي ولا يقدم ولا يسرع، يشوفها كلها، اللي راح أصور كل اللوحات وكل الكتابات اللي موجودة لجوا إن شاء الله. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله، راح نصور اليوم معرض الأستاذ مصطفى حليم. هاي القاعة الأولى طبعا، أكو قاعات أخرى راح نروح لها بالسرعة. أول شيء نشوف صورة الأستاذ مصطفى حليم مع والده. الأستاذ مصطفى حليم مع والده، هنا صورة عائلية للأستاذ مصطفى حليم ووالدته أيضا مثل ما تشوفون. طبعا هنا مجموعة صور عائلية، صورة مصطفى حليم مع جدة ومع والده، صور صغيرة. شوف هنا دفتر الأستاذ مصطفى حليم للزغرفة، وهذا توقيع الأستاذ حليم. أيضا سكين، أدوات، ساعة، سبحة، ناي، الظهر كان يحب الناي، والمصحف اللي كان يقرأ به، المصحف الشخصي مطبوع مثل ما تشوفون. نروح على الكابينة الثانية، أستاذ حليم وزوجته أيضا. طبعا هاي الصور معظمها معروفة، يعني تمت بنشرها صفحة الأستاذ مصطفى حليم على الفيسبوك. أيضا هنا الأستاذ حليم، هذه زوجة الأستاذ حليم وابنة الأستاذ حليم، هو وابنته. أوراق شخصية، طبعا هنا لوحة من مقتنيات الأستاذ حليم كانت، هي بخط، هي شعر نظمه وكتبه نجم الدين أوقياي، حجم صغير طبعا. طبعا انا دخلت الوقت قليل موجود بال، يعني المسافة بعيدة، فلهذا ما شفت اللوحات مباشرة، بديت بالتصوير. هاي الصورة موجودة في كتاب مدرسة الخطاطين اللي نشرت عنه، مع ابن او اخو الاستاذ حليم، هذا اخو الاستاذ حليم. شوف هنا أيضا الأستاذ مصطفى حليم، زين الصورة اللي قلت لكم عليها في كتاب مدرسة الخطاطين مكبريها هنا. طبعا الأستاذ مصطفى حليم هذا، هناك كتابات أستاذ حليم على الحجر منفذة على السيراميك. نروح على الكابينة الثانية، ما أعرف شنو بيها، خرايط وشغلات وصور حلوة أستاذ حليم. طبعا هنا بدينا بالصور الشخصية بالجناح الأول، هاي الصورة تكلمنا عنها في كتاب مدرسة الخطاطين في فيديو سابق. حاليا نروح على الجناح الآخر، هذا الجناح نجيله إن شاء الله، بس خلينا نشوف اللي الجهة المقابلة. دفاتر الأستاذ حليم مثل ما تشوفون، هنا رسم غريب عجيب الأستاذ حليم. طبعا هاي القاعة راح نشوف شنو بيها، بعدين راح نشوف فيديو الحروف اللي كانت موجودة عندي ونشرت
فيديو. شوفي هاي الطغراء بحجم صغير، هنا ايضا خرائط، هذا كله الخرائط برسم الاستاذ مصطفى حليم. ايضا مشق نجيله من فوق، هذا الرسم ايضا من رسومات الاستاذ مصطفى حليم، سوي لها تقريب. شوف، وهذا التوقيع بالاسفل، توقيع حليم. هذا ايضا وهذا ايضا قلم الفحم. نشوف رسالة الأستاذ حليم، توقيع نذهب إلى أدوات الأستاذ مصطفى حليم، المحفظات، المقلمات، القصب. شوف القصب، شوف الأغراض، وهذا للمزغرفين، دفتر ذهب كان عند الأستاذ حليم، وهاي صفحة تخطيط، وهاي صندوق خشب بالأدوات. وهنا شوف صورة جماعية بها الأستاذ مصطفى حليم. شوفوا أنتوا هو وين، وعرفوا وين، أنا أعرف وين، أقرب عليها هنا، أنتوا شوفوا وين يطلع. هنا رسائل ما راح أعطيها وقت كثير لأن ما راح نفتهم منها شيء. هاي نفس اللوحة، الصورة، هنا موجود نجم الدين أوقياي أيضا معه. طبعا هذا الصور مهمة، يعني لا تمشوها وتروحون على اللوحات مباشرة، صور أول مرة تنشر، صحيح أول مرة تنشر أثناء الدرس. إن شاء الله هم أحاول أصورها وأنشرها تدريجيا. نبدي مع الكتابات، الآن راح نبدي مع كتابات حليم. هذا طالب توقيع الأستاذ مصطفى حليم، كتبه الحاج مصطفى حليم، غفر له. هيك الدقة حلوة. وهذا أيضا توقيع، هاي صفحة التواقيع، توقيع الأستاذ حليم. طبعا هاي تواقيع خطاطين كتبها الأستاذ حليم، مثل ما تشوفون مجموعة تواقيع. حتى هنا كاتب مصطفى حليم اللاتيني، وهاي كروتة الأستاذ حليم، خطاط حليم. شوف هنا صورة لهذه الحروف، أنا نشرتها قبل بفيديو الأصل، ممكن تشوفوها، الأصل من مقتنياتي كان. وحس حاليا على القاعة الثانية، قاعة الأستاذ، أعمال الأستاذ مصطفى حليم. نبدي أول شيء مع البسملة. البسملة، هذه البسملة راح أرجع عليها مقطع مقرب، خلينا نسوي مقطع مقرب. هذا قالب يكتب من ثم يحدد، من ثم يكتب باللون الأحمر حتى يكون واضح. هذا اللون هو كان يستخدمه الأستاذ حليم في معظم تراكيبه، قوالبه، نفس اللون. حتى اكو لوحات صارت عليها رطوبة فاللون انفتح ونزل على الورق.
هذا بالبداية ما كان هذا لونه، كان أحمر غامق، لكن بمرور الوقت يكون لونه فاتح. شوفوا شلون محدد، بعدين منطي اللون. شغلة مهمة هاي لازم واحد يعرفها أثناء الفتح التعديل، وأكو تعديلات ترويز، شوف تعديلات. زين الآن تقطع نامك وبسملة، بس حصر بالأخير نوصل نجيها، ما أعرف شنو هنا. طبعاً هو هذا شو اسمه، بس خلينا نشوف شكو هنا. أوه هذا الفيديو راح يطول، هذا راح ياخذ ساعة أو أكثر. هاي الكابينة خلينا نشوف شنو بيها. نجيها صفح، طبعاً إذا جيها هكذا أحسن. حروف التحليق، طب مكانها صعب التصوير، الإنارة ما تسمح بالتصوير. طبعا هاي مو كلها آثار، مو كل آثار حليم هنا، حليم ترك الآثار كثيرة، كتابات كثيرة، عد كثير من المعارض والمتاحف مقتنين، حتى عندي شخصيا عندي الكثير وكثير من الخطاطين، فلهذا ترك كتابات كثيرة. هذا شنو هنا؟ شوفي هاي الصف، اللوحة الحلوة. حروف ثلث، رب يسر، جيم، نسخ، رقعة، ديوان جلي. نجي على هاي جهة صفح، مشقه مصطفى المعروف بحليم من تلاميذ الحاج أحمد كامل رئيس الخطاطين، وهو من تلاميذ سامي أفندي والسلسلة إلى راقم. ندخل، طبعا قاعات كثيرة، حلوة القاعات. قالب يا حفيظ بالزرنيخ، ومحاول عدة تواقيع موجودة مع اللوحة. مثلا نجي على يا معبود، متناظر، قوالب، هاي كلها قوالب. تشوف هذا قالب، نقرب إليه، لو ما نقرب نقرب، تشوف أثر الشغل والكتابة. هاي كتابة بدايات حليم، هاي في بدايات حليم لما كان يوقع بهذا الشكل، أنا كان صغير. هاي اللوحة المعروفة أكيد شايفيها، من أجمل لوحات حليم. هذا قالب من قوالبها، سكتش من سكتشات اللي كان يشتغل عليها. تمام زين، هذا قالب آخر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، مع كتابات وأمشاق. طبعا حجمه صغير، يعني حجم قالب صغير. شوف لي هنا، القوالب الحلوة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. شوف فتشي كلش حلو، وأكو بالرصاص شغلات. هذا أيضا قالب، بس إنه من سليمان، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، واللي جوه فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. قالب على ورق خفيف،
نقدر نقول تحفة، والأتحف منها فوقها بالأعلى راح نصوره. شوفوا لي هاي، انتو هاي أصلها منشور، هذا قالب الزكاة قنطرة الإسلام. الزكاة قنطرة الإسلام. الله كريم. قالب أيضا لعمل معروف مشهور الأستاذ حليم. الله كريم. هذا يرهم يكون شعار للعراقيين حاليا. زين، نجي على قالب بالنص تعليق بالتعليق العثماني، كل كيفم كل، كل كيفم كل. زين يا حضرة، لحظة خلينا نثبت نثبتها ولا تثبت ايه. يا حضرة يا سيد عبد القادر جيلاني، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سوي توضيح البؤرة يدوي. والأخير يجيني واحد يقول لي صوت مو واضح، ترى دحش بحس ناصي والمكان بيه صدى. ما شاء الله. إن هاي من اللوحات المشهورة هاي. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا قالب إلها، شوفوا هذا القالب شلون حلو. قالب فخم. أيضا أنا من هسه تعبت الفيديو هواية بعدكو. زين نجي على أن المتقين في جنات وعيون. طبعا أنا ما جيت بالافتتاح، كنت شوية مريض، كنت مدعو به لكن كنت مريض. اليوم شوية صحصحت وجيت أصور. طبعا بعدني أنا ما شفت شيء، كل هذا أصور لكم. هذا اللي يشوف كتابات حليم ويعرف كيف كان يمشق ويكتب يحس بالتقصير. نروح على القاعة الثانية بعدين نطلع القاعة الكبيرة. هاي القاعة هاي مغلقة، هاي مغلقة هاي. زين نجي هنا، بس هاي المغلقة ليش؟ زين هنا نجي على سرنيخ طغراء، وهنا أيضا، وهنا أيضا. صور التوضيح صارت واضحة. أيضا هاي التحفة. حاليا نروح القاعة الأخرى. ذاك محمود يصور، ما شاف هاي القاعة القريبة. هاي من اللوحة المعروفات، من اللوحات المعروفة عفوا. نسيت اللغة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. اللوحات القوية والكبيرة حاطيها بالممر الأساسي اللي هو هذا، وهذا الأستاذ. هاي البسملة صورناها. الآن نجي على الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوف السوالف القريبة. طبعا بما أنه تقربنا والفيديو راح يصير طويل، حتى الفائدة تكون مهمة.
شلون الثلث؟ وهذا قريب حليم زين. فولي وجهته شاطرة المسجد الحرام نفس اللي قبلها لكن حجم أكبر، نفسها ولكن هذا مشرق بدون تحبير، يعني هيك ضربة قلم، وهاي ضربة قلم. هذا حجمها بالنسبة لذيج، هو نفس النص. طبعا ما راح أكمل هنا، يعني راح أطب على القاعة الثانية، الثالثة مثل الرابعة. هاي حلية مطبوعة قديمة، هذا الديواني لمحبين الديواني الأصيل، راح أمشي بها سطر سطر. سطرين سطرين سطر سطر نظل الصبح. تعليق أيضا السكتش أو التحبير مالتها، وهذا أيضا الزرنيخ. هنا جناح التعليق، هنا جناح التعليق، هذا بالذهب، هذا الشغل ذهب متآكل شوية، اللوحات الحلوة الله خيره حافظا وهو أرحم الراحمين، بحجم صغير 4.5 ملي تقريبا، يعني حتى الإطار قديم. ودك جار ياهو، شوفوا لي هاي ايش تتوقعون كم الملي الكتابة، كم اللي تتوقعون؟ هذا الزوم ان، هذا حجم الايد. فاستقم كما امرت، عملها زوم. نسي يوقعها او ما كملها، ما موقعها، هاي ما موقعها، ظهر ما عجبته. هيجي هي دائما تكتب هيج، ايضا توجد من مقتنياتي لكن بدون الياء. هيج هاي الوسطية تشبه اللي عندي، او هذه صورة عنها. انا اللي عندي 86 اعتقد 1300. قالب البسملة المعروف مشهورة، اعتقد موجودة بالفاتح، منفذة على حد مدخل مقبرة الفاتح. وهذا التحبير، تحبير البسملة. هاي تصوير مخربني ماني قربت بدي اشوفها من قريب. هذا ايضا قبل التحبير. قطعة ثلث نسخ، وهنا أيضا فتشي تحفة مع البسملة، حجم نسخ أقل من 1 ملم بقليل. شوف هنا شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، من القطع القوية تحتاج وقت تقريب. شوفوا هنا إذا صورناها طلعت بصورة واضحة ممكن ننشرها بدقة عالية.
أيضا هاي القطعة حلوة في بدايات الأستاذ، كتاب بدايات الأستاذ مصطفى حليم. يا عالما بحالي، مع النسخ والثلث. كتبه مصطفى حليم، انتو قروه. يريد رقعة، وهنا يقول سابقا مدرسة الخطاطين الأولى القديمة. وإيش مدرسة الخطاطين الآن؟ من وين نجيب حليم؟ نجيبنا مدرسة الخطاطين بس ما رجعنا حليم. هاي الرقعة نجي على الأصل اللي شفناه هذاك، هذا الأصل، هذا شو كان الصورة، بحيث هنا حتى لمعة الورق والحبر واضحة. ننسى هاي اللوحة ونروح اللوحة المشهورة، حلوة ما ننسى اللوحة، تحفة. ما تحتاج 4 ساعات واحد يتأمل الأصل، طريقة التنفيذ بالثلث الجلي. أنصح اللي قريب بتركيا يجي يتأمل هاي اللوحة. حط الرقعة. لمحبين الديواني اليوم راح ومن الديوان مرة بهاي الطقرة الحلوة، ثم بالديوان الديوان الجلي، وهاي الحركات، ونجي على الديواني. قلم جناب فخر كائنات باب العلم، والباقي تقروها باللغة العثمانية طبعا، لكن تحفة. لمحبين الديواني قضوة دايب ربع الجام، هاي تحفة. هذا بحجم ذيك الأصل، هذا الصورة نصورها إن شاء الله، نلاحق نصور. هاي أيضا صورة عن أصل لمحبين الديوان الجلي، وأنك لعلى خلق عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة المعروفة. والأستاذ موجود. ادخل هنا، اكو قاعتين ايضا، هاي حروف كتبها الاستاذ حليم لاتينيه ما تهمنا. قالب بحجم كبير، هذا حجم بالنسبه لليد. هو الخلاق الباقي من الأعمال القوية للأستاذ مصطفى حليم. أيضا هذا سكتش، هذا كله من تركة الأستاذ مصطفى حليم،
تركة الأستاذ مصطفى حليم لما توفى كانت وفاته رحمه الله فجأة بحادث سيارة اصطدام. بعد ما توفى شكو كتابات قصاقيص موجودة عنده جمعت وصارت تنعرض وتباع وكذا، فمنها قوي منها ضعيف، لأن يعني هو ما كان محضرها للنشر. أهم معلومة، هذا تشوفون أكو سواد في الورقة، هذا أبرة مخرم، بعد ما يكتب يكون تخريمها بالأبرة ومن ثم يضع الفحم عليها فينزل الفحم من الجهة الثانية بعدين يكتب. صناعة القوالب اللي ما يعرفها ممكن يكتب لي أسفل هالفيديو نشرح عن موضوع. أيضا هذا عنوان رقم تري عنوان تجاري محل أو شيء. هذا شاهد قبر خط الناس التعليق. زين نروح إلى القاعة الأخرى خط اللاتيني موجود أيضا. الإضاءة هنا مشكلة ولكن مبدع طبيعي، يعني الخط اللاتيني مبدع. محل تجاري أيضا، محل تجاري. شوف هنا الثلث تحفة تحفة. دكتور ما أعرف شنو، ما أريد أقرأ، ما أفتهم معايا هنا خانة. دكتور لك نظرتيان معايا في معاينة خانسي، يعني بما معناه غرفة معاينة الأطباء. نجي هنا سامي أدهم وشركة سي. نجي على سامي أدهم، طبعا حجم كبير. شوف المشق هنا كيف مكتوب، ضربة قلم ضربة قلم. وسيجي شخص يكتب حرف حرفين يصير شو اسمه أحسن من حليم. مدة مدة الهاء مع الميم. شوف لي الرقعة الجلية إسماعيل حقي قايش قتشي وطرقت أو طرقتشي تقريبا أطرقتشي. خط الرقعة حتى بالجلي يكتب الرقعة حلوة. حركة دائرة سي قلمي هاي تحفة. نشوفها من بعيد. الآن خلينا نتقرب. هيجي حقرب كل الحروف وتعبت يدي من التصوير. نجي على بلدية أخرى، بلدية أجزة خانسي. نجي هنا ما أعرف شو بيه. نروح القاعة الأخرى. أنا إذا خل هاي كبيرة نجيها بعدين. هاي في أكو أجزاء ناقصة عندها، طبعا هي موجودة عندي موجودة عندي، وعندي قبة ثانية مثلها تقريبا تحتاج ترميم من مقتنياتي. شوف هنا الفاتحة بهذا الحجم أكيد كتبت لمسجد. الورق لونين ما أعرف ليش، خلينا نشوف ليش. هذا ورق خلصان عنده ورق ولسقة واحدة بالأخرى وكتب، وأساسا هذا إطار من قطعتين
يعني هذا اكو كسر هنا ايضا، هذا شوف هذا قديم، شوف تاريخ قديم. قبل ما نشوف هاي التحفة والجهة الثانية، خلينا نروح القاعة الأخرى. معرض يحتاج لواحد عنده رجلينات جديدة. مطبوعات، هاي مطبوعات أهرام، تجارة خانسي، وهاي الأهرام حتى هو راسمها. معلم الأرض جمعية، شوف هنا الثقف. خلينا نقرب، تراني أقرب علي شيء اللي أحسه مميز، هو كله مميز ولكن هنا ضربة القلم نظيفة. اللي يتعلم من اللي يشوف هالمعرض يتعلم كثرة المشق والكتابة وعدم الملل وعدم مضيعة الوقت. يعني هنا هسه بزمننا الفيسبوك والانستغرام، كل واحد باليوم إذا كل شوية نفتح ساعة ساعة أو ربع ساعة، فهنا ثلث النهار دا يطير على مواقع التواصل الاجتماعي بدون أي فائدة. فالوقت، بركة الوقت بدأت تروح. لهذا أنصح إنه اللي يشوف هاي، أنصح يعني منو عندنا يقدر يترك هاي الآثار. وهذا جزء، هاي مو كلها، هاي كلها شغل حليم طبعا. هاي مو كل آثاره، مو كل تركته، ولا كل هذا، هذا جزء يعني أخذوها من عندي. هاي تقريبا عشر ما ترك وتوفى من أمشاق، ولا عشر، أقل عشر، هاي كثير هنا يعني أقل من عشر ما ترك مصطفى حليم. هو الرجل عاش فترة قليلة، يعني ما عاش فترة طويلة بالعمر. شوف الأمشاق بده يسوي مسودات لما يوصل للفكرة. شوف النسخ الحجم الكبير. هسه نروح على القبة، خلاص انتظرناها هواية، بعدين نكمل هناك، واكيد اكو شغلات جديده تطلع. هاي القبه حجمها ما اعرف شلون تقيسوه، لكن هذا حجمها بالنسبه للابواب. نجي نقرب، نبدي من بدايتها كقراءه من البسمله. طبعا لفظ الجلاله الله الالفات كلها موجوده عندي شخصيا. نجي على البسملة، ما أعرف كيف إذا نسويها تطلع داري. طبعا اللصق هنا أكو مشكلة، لاصقيها تشوف أكو الألف به مشكلة، الألف هذا أكو مشكلة باللصق، ما عارفين. هنا كانت ممزقة طبعا، هنا أيضا مشكلة، ولكن العمل فخم. طريقة التلصيق كثير من الكاف والحروف. هذا كيف يكتبها الأستاذ حليم؟ ورق كبير ويضع بقلم الرصاص أول. أنا سويت فيديو عن وحدة مثل هاي قبل اللصق، فإن شاء الله شوفوها، يعني موجودة بالفيديوهات مع البوابة الخط العربي. كانت تلفانة أيضا، نفس الورق ونفس هذا حجم القلم بالنسبة للكتابة. يعني إذا نسوي هيك، هذا حجمها بالنسبة للكتابة. نجي على لا إله إلا الله.
هذه أيضا لا إله إلا الله محمد رسول الله ضربة قلم نجي على اللوحة المشهورة أيضا المعروفة الأستاذ مصطفى حليم مع هذه القوارب نروح أخاف أدخل هنا ويطلع كل لوحاته لازم أصورها تليفون زين نرجع لل إن أكرمكم عند الله أتقاكم حتى الزغرفة هو مسويها المسودة الزغرفة حتى مسودة الزغرفة نجي نشوفنا هنا الله محمد أبو بكر عمر طيب هنا ما حد كنت تحكي كانت واقفة يمي ما رد أتصور فما علق ما علقت صورت واني ساكت هاي تكملتها شوف عثمان هذه حسن حسين حسين أيضا مرة ثانية مكتوبة واحدة بتوقيع واحدة بدون توقيع هذا أيضا من الأعمال المعروفة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أيضا ضربة قلم والزغرفة هو اللي وضعها طبعا أكو قاعات أخرى يا مالك الملك زين ندخل للقاعات الأخرى أوف. مطبوعات أيضا مطبوعات وكتابات هاي عناوين الدولة أيضا توجد من مقتنياتي مجموعة منها تركيا جمهوريتي شوف باش وكالتي تركيا جمهوريتي أيضا ما أعرف شنو خمسة زوم تقرأها بيوك مجلس حكومتي وهذا أيضا تركيا طبعا مو كلها نفسها تركيا جمهوريتي جمهوريتي تاع عادي هنا تاع راجع يعني مختلف أيضا هنا مجلس أنا عندي هم بعد مجموعة نشرتهم شايفيها أنتم من مقتنياتي الشخصية نجي لهاي القاعة أنا أحب الحبر مليت أي والله مليت التليفون راح يبقى يشتغل نرجع حاكمية ملة هاي أيضا مبادرة وإعمار إسكاني عندي تقريبا نفس هنفتشيبي وإعمار عندي المقتنياتي هنا هلال أحمر جمعيتي اسمه كاملة مقطوعة زين نجي على هذا الكتاب هاي تقويم وكتب بخط الأستاذ حليم لكن مطبوعة لكن بشغل الأستاذ حليم مثل هذا الكتاب ناقع حروف القرآن طبعا هذا إلى الآن يطبع وموجود ما كنت تعرف هذا بخط حليم عندي ابني بالجامعة يدرسوا هذا الكتاب والله ما كنت تعرفني بخط حليم أيضا أكو هذا عنوان لك كتاب كوزل يازلار هذا العنوان وهذا العنوان وهذا الكتاب اللي مطبوع له اللي هو هذا المطبوع هو هذا الأصل مالته وهكذا نجي على أيضا الشغلات الحكومية هم عندهم أكثر من عندي عندي ما طلعت هوايكو شغلات العناوين الحكومية ما قبل تغيير الحروف هنا بعد ما غيروا الحروف
دفتر تطبيق أيضا يوجد أكثر من دفتر للأستاذ حليم محروف، هذا 28. وأيضا هنا هذا من الدفتر، هذا اللي مكبرين من عنده الشغلات، تصاميم لوجو. نجيها هسه، نجيها خلنا نخلص دكتور أحمد كامل. واو، أنا هذه غلطة سراي، كان غين غلطة سين سراي. إبراهيم أدهم المحامي، أوقاف مصطفى كمال، محمد جميل، وهاي مجموعة كروت هو عاملها مع، وهاي علي حيدر. هنا عنوان تجاري، شوف العناوين كيف كانت تكتب. شوف هنا هذا اللوجو، هذا كله موجود في الدفتر، نكبريها وحاطيها. نجي على اسماء الشخصية، احمد نظيف، عبد الله غالب، لوحة، هذا اسم له لوحة حتى، محمد شاكر بن حسن. شوف هناك منور صالح، لا اسمه صالح، دزوا له هاي منور. نوري تحسين، ألوية ما أعرف شنو، ضامر هاي راقية، هاي صادحة، هذا شعار كان موجود بالعراق. هاي اللي مكبريها اللي شفناها هنا، شوف تواقيع، أنا مبين عليه تعبت بس أصورها كلها. الحروف اللاتينية نمشيها. زين نروح على القاعة الثانية. الحلو تخرج من القاعة تشوف صورة الأستاذ حليم. أعتقد إحنا صورنا هاي، ما صورناها لأن إحنا دخلنا من هالباب طلعنا من هالباب وكملنا هناك، فهاي ما صورناها، هاي ما صورناها. لقد جاءكم، كلش حلوة هاي، ولو هيك الفيديوهات لو ما تغطي مع المعارض لازم هيك تكون. إن المتقين. زين نرجع، روح ذاك محمود بيصور. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فنادته الملائكة، هاي غير ذيك، فنادته الملائكة اللي صورناها، ذيك كانت فنادته الملائكة، هاي غيرها، غير تركيب. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، حافظوا، نسوي لها تقريب، أول مرة نشوفها هيك، بعدين نجيها بهذه الطريقة. حافظوا على الصلاة الوسطى، على الصلاة والصلاة الوسطى. شوف تحفة، رحم الله الأستاذ مصطفى حليم. وهذه البسملة أعتقد ينتهي المعرض بها، الباقي راح نشوف شنو نصور، نصورها، ما راح أترك شيء ما صوره. هذا الأستاذ مصطفى حليم.